مسيحي من شعراء المهاجر من مواليد 1889، درس في أوكرانيا ودرس كمان في أمريكا الآداب والحقوق. ميخائيل نعيمة له أكثر من 20 كتابا أدبية. الراجل ده فيلسوف الرابطة القلمين اللي تأسست في أمريكا الشمالية عام 1920. وفاته 1988. ومش بس كده، كان ناقدا وكاتبا وفيلسوفا واديبا. عشان كده بنقول لي اكتر من 20 كتاب، من اهمهم كتاب الغربال اللي اتكلمنا عليه. كتاب الغربال ده احنا اتكلمنا عليه في نص او في مدرسة المهاجر مناسبة النص. النص دعوة في التأمل في الكون، دعوة للتأمل في الكون لحقيقة النفس البشرية. النفس دي خلقت من ايه؟ لما تتسأل عن الجسد كله عارف ان الجسد اتخلق من طين، انما الروح والنفس كل الروح من امر ربي. الروح دي من امر ربنا، حاجة ما حدش عارف هي اتخلقت من ايه. الباشا قسم النص على 6 مقاطع. ال6 مقاطع دول من عناصر الطبيعة. العنصر الاول الموج، العنصر الثاني الرعد والبرق، العنصر الثالث الريح، العنصر الرابع الفجر، العنصر الخامس الشمس، العنصر السادس الالحان بتاعه البلبل والسطاح. ربما ان تكون النفس والروح قد خلقت من هذه الاشياء. ليه النفس بتقف قدام البحر وبتنجذب للبحر وللامواج والهدير البحر وصوت البحر؟ محدش عارف. ربما ان تكون النفس خلقت من البحر. ليه بتبص للريح وتتابع الريح؟ ليه النفس بتتابع الرعد والبرق؟ ربما ان تكون النفس خلقت من هذه الاشياء. لحظه الفجر، ليه عنصر الفجر؟ ليه النفس بتبقى في قمه الشفافيه والصفاء في الفجر؟ محدش يعرف. ليه النفس بتكون كنبي هبط الوحي عليه ساعه الفجر؟ محدش يعرف الكلام ده حقيقته ايه. شوف الكلام يبين لك ان النفس بتنجذب لحاجات كتيره. فربما ان تكون النفس قد خلقت من هذه الاشياء. طبعا الباشا ماشي بمقاييس ثابته، عشان كده في احكام هندسي للقصيده. مقسم القصيده ل6 مقاطع، كل مقطع بيبدا يخاطب نفسه يقول لها ان رايتي وان سمعتي اسمع، ان رايتي ان سمعتي، ان اداه شرط، ان اداه شرط، ورايت وسمعت، وكانه بيخاطب الايه؟ النفس. استعرضت بيها تشخيص. اذا بيبدا في اي مقطع بكلمه ان رايتي ها وان سمعتي، يتكلم على كل عنصر من ال6 عناصر اللي قلنا عليهم، ويجي في نهايه كل عنصر ويقوم سائل نفسه سؤال استفهام غرضه الحيره. اذا بيبدا المقطع بدايه واحده وبينهي كل مقطع نهايه واحده. يعني مثلا المقطع الاولاني بتاع البحر او بتاع الموج، يوم جاي في الاخر يقول لها هل من الامواج جئتي؟ هو بيخاطب مين يا ابني؟ نفسه. استعرضت نيه ثاني تشخيص، وكلمه هل من الامواج جئتي ده استفهام غرضه ها الحيره. اسمع استفهام غرضه الايه؟ يبقى هو بيقول لك ان النفس ربما ان تكون خلقت من عنصر، من كم عنصر؟ 6 عناصر. الحاجات اللي انت بتنجذب اليها، حقيقه الروح ايه؟ ايه هي القوة الكامنة في الجسد؟ محدش يعرف الروح دي اتخلقت من ايه؟ حقيقة نفسك ايه؟ انا اقدر اقول لك حقيقة الجثمان، صلصال كالفخار، انما حقيقة نفسك ايه؟ الروح من امر ربي، ما اعرفش. حقيقة النفس البشرية ايه؟ محدش يعرف. طب ممكن تكون النفس وهي بتتابع صوت الرياح، هل من الريح ولدت؟ ممكن تكون اتخلقت من الريح، بالرغم ان الريح ده صوتها مغيب جدا، وتعوي كالذئاب، استعارة. وتنزل الثلج عن رؤوس الجبال، من قوه الريح بتكسر الثلج اللي على الجبال، بس انت بتحب تسمع وتشوف الريح دي. ربما ان يكون النفس قد خلقت من الريح، ربما هذا الكلام. الشمس وهي في حضن المياه الزاخره، الشمس وهي ساعه الغروب وفي الميه، ليه انت بتحب تتابع الشمس لحد ما تغيب وتنام؟ وبعدها بتهدى الارض وتنام، والنفس يقظه ترقبين. النفس بتفضل يقظه وكأنها تراقب وتلاحظ هذه الأشياء. ربما أن تكون القوة اللي جوانا دي قوة خلقت من الشمس. هل من الشمس هبطتي؟ كل استفهام في نهاية كل مقطع استفهام غرض ليه يا باشا؟ الحيرة. إذا هو بيبدأ كل مقطع بأسلوب شرط، إن رأيتي وإن سمعتي، الناس نايمين، إن رأيتي وإن سمعتي، هي مين اللي رأت وسمعت؟ إذا استعرضت مبنية تشخيص. ويقوم ناهي الكلام بأسلوب إنشائي، هل من الأمواج جئتي؟ أهم مقطع في القصيدة المقطع الأخير. المقطع السابع لعب دور لحظة التنوير. دور لحظة التنوير يعني عرف فيه الحل خلاص. هو عرف النفس اتخلقت من إيه.
النفس ما اتخلقتش من الموت بس ولا من الرعد بس ولا من البرق بس ولا من الريح بس ولا من لحظة الفجر اللي بتكون النفس بالصفاء والشفافية ولا من الشمس بس ولا من اللحن والصوت بتاع البلبل الصداح بين الياسمين. أمال إيه؟ النفس اتخلقت من كل هذه الأشياء. النفس دي إبداع من يد خلاق بديع لا أراه. فبيقول لها في المقطع الأخير بيقول لها أنت موج، أنت رعد، أنت برق، أنت ريح، أنت فجر، أنت شمس، أنت لحن، أنت فيض من إله. هو عرف أن النفس ربما أن تكون مزج بين هذه الأشياء، يبقى مش عارف ليصل إلى حقيقة النفس، لا يستطيع الوصول إلى حقيقة النفس. عشان كده العاطفة المسيطرة عليه هي عاطفة الإيه؟ الحيرة. أسلوبه سهل جدا وكلماته سهلة جدا، ولكن راعوا حاجة مهمة، الأخطاء اللغوية اللي هيغلطها. مش احنا عارفين ان في سؤال في ادب المهجر او المهاجر، وهي تساهل شعراء المهاجر مع الايه؟ مع اللغه. ظهور اخطاء ايه؟ ها؟ لغويه. طب ظهور الاخطاء ده بسبب حاجتين افكرك فيهم، ها؟ بعضهم عن موطن الثقافه العربيه الاصيله في لبنان، مش بس كده، كمان ده اندفاعهم الجانب نحو التجديد، اندفاعهم الجانب نحو ها؟ قعدوا يجددوا، يعني مثلا كلمه الريح تزري، تزري يعني تبعثر وتطير وتفرق الايه؟ اللي تلج على رؤوس الجبال. هي في القران تزروه، اصلها او مش ياء، جابها الباشا بالياء ازاي ما نعرفش. فعل تنام معطوف على مجزوم المفروض يجيبه تنم، رفعه بالضمه وحط عليه ضمه، تنام الارض وانت يقظه ترقبين. طب ازاي ترفع الفعل وهو اصلا معطوف على مجزوم؟ ده المفروض يكسر بالسكون وتحذف الالف لعدم التقاء الايه؟ الساكنين. تقول تنم، قالوا تنام. بيقول للنفس وانت قاسيه المفروض، او انت صاغيه، طبعا المفروض يقول لها مصغيه مش صاغيه، ومستمع يقول مصغيه، برضه في خطا في الكلام. الاخطاء الكتيره دي كلها في اللغه تبين تساهلهم في اللغه الايه؟ ها؟ العربيه. ان هم يعني مش بالمبدا اللي انت متخيله. خلي بالك ان كل مقطع هيبدا بكلمه ان رايتي ها فان سمعت، بيخاطب مين في ان رايتي؟ نفسه. خلي بالك الاحكام الهندسي ان هو عامل كم مقطع في القصيده؟ 6 مقاطع. المقطع الاخير بيلعب دور مهم، ده لحظه النور، لحظه التنوير، عشان بيبدا الصراع يخف ايه؟ تدريجيه. وبيعرف الحل ان النفس دي اتخلقت من الريح ومن اللحن ومن الرعد ومن البرق ومن الشمس ومن اللحن. النفس دي اتخلقت، النفس دي فيض من اله. شوف الكلام، تعالى كده عشان هيمشي على وتيرة واحدة ونركز مع بعض، نشوف النص من أنت يا نفس المقطع الأول. يلا باشا. إن رأيت البحر يبغي الموج فيه ويسور، أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور، فارقب الموج إلى أن يحبس الموج هديره، وتناجي البحر حتى يسمع البحر زفيره، راجعا منك إليه. هل من الأمواج شئت؟ أول ما يوصل لكلمة هل من الأمواج تعرف إن كده نهى كلامه عن مين؟ عن الموت. يلا باشا. إن سمعت الرعد يدوي طيات الغناء، أو رأيت البرق يبكي سيفه جيش الصلاة، ترصد البرق إلى أن تخطفي منه رزاء، ويكف الرعد لكن تاركا فيك صدى. هل من البرق انفصلت أم مع الرعد انحدرت؟ يلا نبدا اول مقطع. ان رايتي دايره على كلمه رايتي، وبالمره بقى على سمعت تحتيها عشان نخلص. استعاره مبنيه تشخيص، خلي بالك عشان هنقولهم 6 مرات، هنقولهم 6 مرات. استعاره مبنيه تشخيص، في استعاره مبنيه تشخيص في كلمه ان رايتي وان سمعتي. حد يعرفه بيخاطب مين في ان رايتي وان سمعتي؟ النفس. إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويسور، يطغى يعني يجاوز الحد بالزيادة، يجاوز الحد بالزيادة، كلمة يطغى يعني يجاوز الحد وعكسها يعتدل. إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثور، كلمة يثور يعني يهيج وعكسها يسكن، يسور يعني يهيج وعكسها يسكن، أنت الكناية عن اضطراب البحر. الجملة الأولى كناية عن اضطراب الإيه؟ البحر. ملاحظين ان النفس بتحب تتابع البحر والامواج فيه متلاطمه وهائجه، ده حقيقه. النفس بتحب تتابع البحر والموج فيه شديد، والموج فيه مضطرب ويصور. طيب
إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثور. طب كلمة يثور، هو الموج ده إنسان بيثور ويغضب؟ استعارة مبنية في كلمة يثور. شبه الموج كأنه إنسان يثور ويغضب. شبه الموج كأنه إنسان يثور إيه؟ ويغضب. أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور. هي مين اللي سمعت بيخاطب مين يا جماعة؟ استعارة مبنية دايرة على سمعت، واستعارة مبنية بيخاطب النفس كأنها إنسان هي تشخيص. أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور. أسأل سؤال، هو البحر بيبكي؟ طب هي الصخور لها أقدام أصلاً؟ استعارة مبنية للصبح تشخيص. البحر يبكي عند أقدام الصخور، استعارة مبنية تشخيص. البحر يبكي وأقدام الصخور، استعارة مبنية للتشخيص. ترقبي، نتيجة، نتيجة جاية اهي. ترقبي الموج إلى أن يحبس الموج هديرة. خلي بالك بقى معايا، ترقبي تلاحظي أو تلاحظين وعكسها تغفلين. ترقبي تلاحظين وعكسها تغفلين إلى أن يحبس الموج هديرة. الهدير هو صوت الموج. طب هو الموج بيحبس؟ يحبس الموج هديره، هو الموج بيحبس؟ استعاره مبنيه في كلمه يحبس الموج. شبه الموج كانه انسان يحبس، كانه انسان يحبس. قلت انسان يبقى ايه؟ تشخيص. انسان يبقى ايه؟ تشخيص. شوف الكلام، شوف الكلام. ترقب الموج الى ان يحبس الموج هديره. طب هي مين اللي بترقب وتلاحظ؟ ها؟ النفس. تقعد بلحظه الموج لحد ما يحبس هديره. طب كلمه يحبس هديره دي كنايه عن الايه؟ ها؟ عن الهدوء. كنايه عن الهدوء. سعادتك بتقعد متابع البحر، كل ما الموج يزيد وكل ما الموج بايه؟ ها؟ بيقل. انت قاعد متابع البحر، النفس متابع البحر. وتناجي البحر حتى يسمع البحر زفيره. وتناجي تحدثينه سرا. تناجي تحدثينه سرا. هي مين اللي بتناجي يا ابني؟ ها؟ النفس. فعلا الانسان بيقعد يتكلم مع نفسه يقول كل اللي جواه قدام البحر. وتناجي، استعاره مبنيه فيها تشخيص. استعاره مبنيه فيها تشخيص. وتناجي، شبه النفس كانه انسان يناجي وبيخاطبها طبعا كانها فتاه بيتكلم معاها. وتناجي البحر حتى يسمع البحر زفيرة. طب كلمة يسمع البحر، يسمع البحر، والبحر بيسمع؟ استعارة مبنية. استعارته سهلة جدا. النص ده استعارته سهلة جدا. استعارة مبنية. شبه البحر كأنه إنسان إيه؟ يسمع. كلمة زفيرة، كلمة الزفير هي إخراج النفس وعكسها الشهيق. كلمة الزفير هي إخراج الإيه؟ ها؟ النفس وعكسها الإيه؟ الشهيق. راجعا منك اليه. شوف بقى، تحس ان النفس اللي بيطلع من البحر ده هو بيرجع النفس. راجعا منك اليه. راجعا منك اليه، كنايه عن التمازج بين النفس والبحر. كنايه عن التمازج بين النفس والايه؟ والبحر. راجعا منك اليه. طب هو بيتكلم مين في كلمه راجعا منك اليه دي يا ابني؟ ها؟ بيتكلم مين؟ ها؟ النفس. استعاره مبنيه كمان. هيخلص المقطع ويقول لها هل من الامواج جئتي؟ هل من الامواج جئتي؟ جئتي يعني خلقتي. جئتي يعني خلقتي. هو بيخاطب مين في كلمه هل من الامواج جئتي؟ استعاره مبنيه، استعاره مبنيه. شبه نفسه كانها انسان يخاطبه. هل من الامواج جئتي؟ اول ما يقول استفهام، بص 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 بص، يبقى انت عارف ان جاب اسلوب انشائي، نوع استفهام غرضه الحيره، وكده لها المقطع بتاع الموج. يبقى استفهام للحيره. ربما ان تكون جاءت النفس من الموج، ربما هذا الكلام. شوف اللي جايه. ان سمعت الرعد يدوي طيات الغمام. هي مين اللي سمعت يا ابني؟ النفس. يلا دايره على سمعتي، دايره على سمعتي ورايتي تحتيها عشان ما ننزلهاش تاني. استعرضنا بيها تشخيص، استعرضنا بيها تشخيص. إن سمعت الرعد يدوي طيات الغمام. كلمة يدوي يعني يشتد بالصوت. وطيات هي لفات. طيات هي لفات، والمفرد طية. الطيات هي لفات، والغمام هو السحاب، والمفرد غمامة. الغمام هو السحاب، والمفرد إيه؟ غمامة. شو بيقول لها إيه؟ بيقول لها إن سمعت الرعد يدوي طيات الغمام. أنت بتقعدي تسمعي خاطب نفسه. الرعد هو بيدوي، بيطلق صوت قوي.
في طياط الغمام. هتقولي ما معنى كلمة طياط الغمام؟ ها، لفات السحاب. طب هي السحاب دي شيء مادي بيطوى؟ استعارة مكنية في كلمة طياط الغمام، استعارة مكنية. شبه السحاب كأنها شيء مادي ايه؟ ها، يطوى. شوف الكلام، شبه السحاب كأنها شيء مادي يطوى. أو رأيت البرق يفري سيفه جيش الظلام، يفري يفري يشق يشق. أو رأيت، هي مين اللي رأت يا ابني؟ ها، النفس. أو رأيت البرق، اتبع البرق، الضوء اللامع. البرق هو الضوء اللامع والجمع بروق. البرق هو الضوء اللامع والجمع بروق. أو رأيت البرق يفري سيفه جيش الظلام. بص بص، بقولها امال انت بتشوف البرق، بتتابع البرق وهو بيفري يشق بسيفه جيش الظلام. مش انت عارف ان البرق بيطلع في نص السماء كده اهو؟ فعلا بتلاقي خط كده وكانه مقاتل بيشق الظلام نصين. ايوه، لذلك البرق حتى ما انت تيجي تتابعه انت بتتابعه بسرعه عشان تخطف النظر بتاعه، تخطف النظر يعني الضوء اللي ما فيهوش او اللهب اللي ما فيهوش دخان. اللامعة دي عشان تشوفها لازم تخطفها بعينك بسرعة، لأنها بتيجي وتروح إيه؟ ها؟ بسرعة. الطاقة الكهربائية اللي أنت بتشوفها دي اللي بتعمل الضوء وبينتج عنها الضوء ده لازم تشوفها. فبيقول لها أنا بشوفك وأنت متابعة البرق وهو يفري سيفه جيش الظلام. أول حاجة كلمة يفري يشق بسيفه، هو البرق ده مقاتل ليه سيف؟ إذا أول حاجة البرق يفري سيفه، أو البرق يفري سيفه، استعارة مكنية. رأيت البرق يفري سيفه، استعارة مكنية. شبه البرق كأنه مقاتل، كأنه مقاتل في تشخيص. طب جيش الظلام حطوا لي عليها دايرة، حطوا لي عليها دايرة، تشبيه بليغ. جيش الظلام تشبيه بليغ، تشبه الظلام بالجيش تشبيه بليغ. صورة المضاف إليه أهو، خلي بالك معاك. ترصدي، نتيجة، نتيجة جاية أهي. ترصدي البرق إلى أن تخطفي منه نظرة. شوف الكلام، ترصدي، ترقبي، ترقبي وعكسها تخفلي. ترصدي البرق إلى أن تخطفي منه نظرة. هي مين اللي بترصد يا ابني؟ ها، النفس متابعة البرق قوي، بالرغم البرق ده بيوجع عينك وبيتعبك، بس بتفضل النفس تتابعه. شو بيقولها ايه؟ ترقب البرق الى ان تخطفي منه لظاه. حط خط على لظاه واكتب، واكتب لهب لا دخان فيه. لهب لا دخان فيه، لهب من غير دخان. ترقب البرق الى ان تخطفي منه لظاه. فتع قوي في كلمه تخطفي، سرعه سرعه. ولا ما هو البرق ده لازم يتشاف ايه؟ فكلمة تخطفي لظا، النفس مش انسان بيخطف والاستعارة سهلة جدا. هو اللظا ده والضوء ده شيء مادي بيخطف، شيء مادي بتخطفه بسرعة، استعارة مكنية. شبه اللظا تخطفي لظا، هي مين اللي بتخطف يا جماعة عشان نسيت؟ النفس. انت فعلا وتحب تبص للبرق قوي، ولما تبقى سايق عربيتك وحد جنبك هو بتكون متابع وانت متابع الطريق، ما انتش متابع البرق، فيقول لك شايف البرق كان هنا من ثانية، فتقول له طب استنى كده والتكنيك متابع الطريق ومتابع السماء، متابع الطريق ومتابع السماء، انت عايز تخطف بصة واحدة بس، إلى أن تخطفي منه لظا. اللظا ده هو اللهب اللي من غير إيه؟ اللظا، وكأنه شيء مادي إيه؟ يخطف، في تكسير في الكلام. يلا، ويكف الرعد لكن تاركا في كيس صدى. يكف الرعد يعني يمتنع، الرعد بيخلص ولكن تاركا في كيس صدى. حط دايرة على الصدى، حط دايرة على كلمة صدى واكتب راكع الصوت. حط دايرة على كلمة صدى واكتبوا راكع الصوت واجمعوها أصداء. أعتقد أنتوا جامعينها الحصة اللي فاتت في أهواك يا وطني وحاطين على دايرة برضه، خلي بالك معايا. ولكن تاركا في كيس صدى، ما معنى صدى؟ ها، راكع الصوت. طب كلمة يكف الرعد، هو الرعد ده إنسان بيمتنع؟ استعارة مكنية في كلمة يكف الرعد فيها تشخيص. قلت استعارته استعارات ابتدائي وإعدادي، كلها استعارات مكنية معظمها تشخيص زي ما أنت شايف. ويكف الرعد لكن تاركا فيك صدى. هتقول لي ما معنى كلمة الصدى؟ ها، راكع الصوت. طب اجمع لي كلمة صدى، أصداء. اجمع لي كلمة صدى، أصداء. هل من البرق انفصلتي أم مع الرعد انحدرتي؟ استفهام غرض الايه؟ ها، كده يبقى خلص المقطع. هل من البرق انفصلتي انقطعتي؟
هل من البرق انفصلتي؟ انقطعتي. أم مع الرعد انحدرتي؟ انحدرتي يعني انحدرتي لأسفل ونزلتي. انحدرتي يعني انحدرتي إلى أسفل وهبطتي. عكسها علوتي وارتفعتي. عكسها علوتي وارتفعتي. شو بيقول للنفس إيه؟ هل من البرق انفصلتي أم مع الرعد انحدرتي؟ حد يقول استفهام غرضه إيه؟ الحير. طب هي مين بيخاطب مين في استعرضت مبنيه فيها تشخيص؟ هو بيخاطب النفس. بيخاطب النفس اهو. تمام. بص كده، اول ما يسال ويستفهم تعرف انه خلص المقطع. عايزين تركيز قوي في المقطع اللي جاي ده. ان رايت الريح تسري الثلج عن رؤوس الجبال، او سمعت الريح تعوي في الدجى بين التلال، تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغيه، واناديك ولكن انت عني قاصيه، في محيط لا أراه، هل من الريح ولدت؟ شوف الكلام. إن رأيتي، هي من اللي رأت يا جماعة؟ والله دايرة على كلمة رأيتي، وهذه الدايرة تحتها سمعت، استعرضت مبنيها تشخيص. استعرضت مبنيها تشخيص. إن رأيتي وإن سمعت، استعرضت مبنيها تشخيص. إن رأيت الريح تسري الثلج عن رؤوس الجبال، تسري تطير وتبعثر. تسري يعني تطير وتبعثر وتفرق، عكسها تجمع. شوف الكلام. إذ رأيت الريح تسري الثلج عن رؤوس الجبال، كلمة رؤوس الجبال يعني أعاليها. رؤوس الجبال يعني أعاليها، كناية عن شدة الرياح. كناية عن شدة الإيه؟ الرياح. خدوا بالكم من الطبيعة اللبنانية بتاعته. شوفوا خدوا بالكم من الطبيعة اللبنانية بتاعته. هو من لبنان. مش واحد لا. ده الرياح هناك لا تبعثر الأتربة ولا زي ما عندنا هنا والرمال. لا. لا. الرياح هناك تبعثر التلج على رؤوس الايه؟ الجبال. من شدة الرياح هناك ومن شدة الريح بتكسر قطع التلج، وتجعل قطع التلج تتناثر في الايه؟ ها؟ تتناثر في الايه؟ في الهواء. شوف الطبيعة بتاعته، الطبيعة الجبلية. ما ننساش برضو إن هو نشأ في طبيعة خلابة زي لبنان. نعم. أو سمعتي، هي مين اللي سمعت يا ابني؟ ها؟ استعرضت مبنية، يلا استعرضت مبنية تشخيص. أو سمعت الريح تعوي في الدجى بين التلال. تعوي يعني تصيح. تعوي يعني تصيح. تمام. في الدجى الصمام. الدجى والصمام بين التلال. بصوا الريح تعوي ولا الريح تعوي. هي الريح بتعوي زي الذئاب. استعارة مبنية في كلمة الريح بتعوي دي. استعارة مبنية. شبه الريح وكأنها ذئاب تعوي. طب قلت ذئاب بتعوي يبقى مين؟ تكسيم. وفي توضيح في المعنى. إيجاز وفي توضيح وفي تكسيم. شبه الريح وكأنها ذئاب بتعوي. خلي بالك معايا. أنتوا ما بتحبوش صوت الريح. ما حدش بيحب صوت الريح لأنه صوت مزعج وصوت مرعب ومخيف. بس بالرغم من كده لو انت قاعد في بيتك وسمعت هبت في البلكونه بتاعتك وعرفت ان هو هوا، الناس الصغيره تبدا تقلق وانت بتحس بشويه خوف، هتبدا تدعي من ربنا وتبدا تستغيث بربنا وبرحمه ربنا. وفي نفس الوقت بالرغم من كده لازم تقوم طالع باصص هي بتعمل ايه؟ الريح دي بتعمل ايه؟ كسرت ايه؟ ايه اللي وقع ده؟ وتبدا تتابعها. شوف بيقول لك الريح بتنزل الثلج عن رؤوس الجبال، بتطير الثلج من قوتها، وتعوي في الدجى بين التلال. تعوي. الريح استعاره مبنيه شبهها ذئاب بتعوي. نجاح الاستعاره بتاعت السطر الثاني بكلمه الدجى الظلام، دي اهم كلمه قالها في السطر. اصل انت لو شايف الريح بتعوي الصبح، الذئاب بتعوي الصبح، انت هتقلق بس مش قوي. انما لما الرياح بتعوي الذئاب بتعوي في الدجى، ما هو الدجى؟ ها؟ ده الموضوع كبير. لما بتعوي في الدجى، لما تعوي في الدجى الموضوع كبير بقى اكبر من كده. لا لا ده مش هينفع كده. ده انت ما تسمع صوت ذئاب في الظلام وانت مش شايفه، ده انت هتترعب. اذا كلمه الدجى دي توحي بالايه؟ بالرعب والخوف والفزع. ما عجبنيش كلمة تزري عشان هي تزروه في القرآن. أصلها الواو خطأ نحوي، خطأ لغوي، خطأ في اللغة اهو. لسه هنجيب خطأ نحوي دلوقتي. ده خطأ في اللغة اهو، أصلها الواو مش الفاء. خلي بالك معايا. تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية. اللي تبقى هنا باشتياق صاغية الريح مش النفس. عشان كده قال تبقى ما قالش تبقي.
تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية. صاغية يعني مائلة ومستمعة. صاغية يعني مائلة ومستمعة. مائلة ومستمعة. طيب هي الريح إنسان بيسكن ويهدأ. طب هي الريح إنسان بيصغي وبيستمع وبيشتاق. استعارة مبنية في السطر كله شبه الريح كأنه إنسان في تشخيص. تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية. استعارة مبنية وكأن الريح ده إنسان بيستمع وبيصغي. أهو قلت إنسان يبقى فيه إيه؟ تشخيص. وأناديك ولكن أنت عني قاسية. قاسية يعني بعيدة وجمعها قواص. قاسية يعني بعيدة وجمعها قواص. فأناديك ولكن أنت عني قاسية. بصولي عارفه بينادي مين؟ لأحسن حالة مع الريح. ها بينادي مين؟ ها للنفس. وأناديك ولكن أنت عني قاسية. ما معنى كلمة قاسية؟ بعيدة. ما معنى قاسية؟ والجمع قواص. طب حد يعرف النفس سرحانة مع إيه ومنجذبة إلى إيه؟ إلى الريح. بالرغم إن الريح بدأت إيه؟ تسكن وبدأت تهدأ. الريح بدأت تسكن وبدأت تهدأ ولكن النفس ما زالت بعيدة عن الإيه؟ عن الشاعر. شو بيقول لها إيه؟ وأناديك. مش محتاجة كلام الاستعراض هنا بالنص. شبه النفس وكأنها فتبي إيه؟ وناديها إنسان. وأناديك ولكن أنت عني قاسية في محيط لا أراه. هل من الريح ولدت؟ شوف الكلام؟ هل من الريح ولدت؟ استفهام غرضه ليه؟ ها؟ الحيرة. طب هي النفس إنسان بيتولد؟ طب هي الريح امرأة تلد؟ استعارة مبنية، استعارة مبنية. تقولي الجديدة بقى، شبه الريح كأنها امرأة تلد. حاجة غير النفس بقى عشان احنا جبنا 1000 استعارة عن النفس. استعارة مبنية، شبه الريح وكأنها امرأة إيه؟ ها؟ تلد. بصوا لي بقى. اللي فات جم والمقطع ده جم تاني خالص. بصوا هو كده قال النفس ربما ان تكون جاءت من امواج، وبعد كده قال النفس ربما ان تكون جاءت من الرعد والايه؟ والبرد. وبعدين بيقول لها هل من الريح ولدتي؟ انت اتولدتي من الريح؟ ممكن تكون القوه اللي جوانا دي، القوه اللي بتسري دي، تكون النفس دي اصلها اصلا حقيقه النفس وتاملك في الكون والنفس. هو انت بتسرح مع النفس وبيقول لها أناديك ولكن أنت عني قاسية. بعيدة. كل كوم والمقطع ده كوم تاني بقى خالص. عايزك تشوف بقى الروحانيات والثقافة الدينية للشاعر بتاعنا ميخائيل نعيمة شاعر المهاجر فيلسوف الرابطة القلمية. ليه النفس ساعة الفجر بتبقى في صفاء ونقاء؟ محدش يعرف. لدرجة إن في ناس ما بتصليش غير صلاة الفجر بس. لازم الدعاء ولازم الابتهالات ولازم التضرع. بيقول للنفس في المقطع ده وتخري اسكتي والمقصود تسكتي كنبي هبط الوحي عليه. النفس بتبقى نبي. ده انت بتبقى نبي وولي من اولياء الله سعد الفجر. احسن دعاء واحسن روحانيات وتحط 100 خطه سعد الفجر وانك مش هتعصي ربنا تاني وانك عارف ان الدنيا مش هتستاهل وإنك في كل الأديان الوقت ده حبك للحظة ده غير طبيعي وهو عنده حق. أنا معاك الموضوع ده. حبك في اللحظة دي غير طبيعي للمرة. وصولك للحالة بتاعت الروحانيات العالية دي ده مش أمر سهل. ربما أن تكون خلقت النفس من الإيه؟ من الفجر ونحن لا نعلم هذا. ربما أن يكون هذا الكلام. طبعا أنت بتقعد تتابع الفجر وهو بيزين ويوشي ويلمع السماء. الليل ده بيبقى لابس جبة سوداء ثوب أسود. الفجر ساعة الشروق يوشي يزين يوشي ويرسم ايه؟ خلي بالك بقى كده معايا. بيرسم ويزين جبة الليل. الليل ده انسان لابس جلباب سوداء يجي الفجر بقى يقعد يلون فيه كده ويرسم فيه لحد ما يخلي الثوب اللي هو لابسه ده ثوب يتحول من الاسود الى لون الايه؟ الابيض. مين بقى اللي بتقعد تتابع الفنان وتتابع الفجر؟ ها؟ النفس. وعلى طول الفجر يسمع صوت طالع من نفس صوت ابتهالات ودعاء وتضرع وعلى طول تخر وتسقط لله كانها نبي هبط الوحي عليه. وعلى طول وعلى طول وعلى طول وكأن النفس دي بقت ولي من أولياء الله الصالحين.
حتة الصفاء والنقاء والروحانيات والشفافية دي بتيجي منين؟ محدش عارف. ربما أن تكون خلقت النفس من الإيه؟ من الفجر. ممكن تكون اتخلقت من الفجر ومن اللحظة ده إيه؟ ممكن. شو بيقول لها إيه؟ إن رأيت الفجر يمشي خنسة بين النجوم. هي مين رأيتي؟ يلا دايرة على النفس على رأيتي ودايرة على سمعتي. ما فيش سمعتي هنا، في رأيتي بس. استعارة مبنية فيها تشخيص. شوف الكلام. إن رأيت الفجر يمشي خلسة بين النجوم، خلسة خفية. الخلسة هي الخفية وعكسها ظهرا وعلانية. إن رأيت الفجر يمشي خلسة بين النجوم. طب كلمة الفجر يمشي، الفجر يمشي، هو الفجر بيمشي؟ استعارة مبنية. شبه الفجر كأنه إنسان يمشي. الاستعراض مش هترهقك خالص في النص ده، لانها واضحه وصريحه جدا بالكلمات. شوف الكلام. ووشي جبة الليل المولي بالرسوم. وشي يعني يزين، وشي يعني يزين، عكسها يقبح. حد يعرف مين الرسام اللي بيوشي ويلمع ويزين؟ الفجر. شبه الفجر وكأنه رسام. في استعاره مبنيه في الفعل ده، في استعاره مبنيه. ما هوش انسان عمال يوشي ويزين ويلمع، لا لا لا، استعاره مبنيه. شبه الفجر وكأنه رسام، عمال بيلمع في ايه ويزين في ايه ويحسن في ايه. جبة الليل المولي بالرسوم. جبة، اكتب على كلمة جبة، ثوب واسع. الجبة ثوب واسع، والجمع جبب وجباب. الجمع جبب وجباب وجبائب، لو اتسلمت الجمع كمان، جبب وجباب وشبائب. طيب، حد يعرف مين اللي لابس الجبه دي؟ الليل. بص، ويوشي جبه الليل. خال مركب. طب هو الليل ده يعني بالفلاحي كده، الليل ده انسان لابس ثوب وجبه، ثوب فضفاض، ثوب فضفاض بتاعت الصبي بتاعت عصي. جبه الليل. الرسام بقى اللي هو الفجر ماسك الريشه بتاعته عمال يلون في الجبه اللي لابسها الليل. طب هو الليل اصلا انسان له ثوب واسع؟ جبه الليل استعاره مبنيه فيها تشخيص. جبه الليل استعاره مبنيه فيها تشخيص. شبه الليل كأنه انسان يرتدي ثوب واسع او يرتدي جبه. جبه الليل المولي بالرسوم. المولي المدبر وعكسها المقبل. المدبر وعكسها المقبل. المولي بالرسوم. هسأل سؤال اشوف مين اللي فاهم. مين الرسام اللي بيرسم؟ طيب مين اللي لابس جبة سوداء؟ الليل. طب حد يعرف الفجر بيحاول يحولها للون الايه؟ مش بتبقى السماء سودة وتقعد تبيض لحظة بلحظة 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 لحد ما تتحول من الابيض؟ عارفين مين الرسام اللي بيقعد يحولها؟ الفجر. مين بقى اللي فرحانة بالحاجات ده ومتابعة؟ انتوا كده تمام. يلا. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. يسمع الفجر استعاره مبنيه. ابتهالا دعاء وتضرعا. ابتهالا يعني دعاء وتضرعا. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. صاعدا من كي بيخاطب مين يا ابني؟ ها، النفس. ليه بقى كل واحد نفسه تبدا بقى الابتهالات والتضرع والدعاء في الوقت ده، والفجر يقعد يسمع الكلام ده. ليه حاله النقاء وحاله الروحانيه العاليه دي؟ ليه الروحانيات العاليه قد في النفس البشريه؟ يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه، وتخري كنبي هبط الوحي عليه. تخري تسقطي، والمراد تسقطي. تخري تسقطي، والقراد ها تسكتي. هي مين اللي بتخر يا ابني على الارض وتسكت؟ النفس. استعاره مبنيه فيها تشخيص. استعاره مبنيه فيها تشخيص. وتخر كنبي هبط الوحي عليه. ولا ولا تشبيه، تشبيه وتفصيل. احنا كلنا النفس، وكأن النفس خلقها الله نفس نبي. تكون النفس عندك نفس ولي، نفس نبي في هذه اللحظه. شوف الجمله. وتخري، خدوا بالكم من الكلمات الدينيه اللي اشتغل بيها.
كنبي هبط الوحي عليه، ولا جمع وحي 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 ضمة قصرة شتى، جت في 2013 وحي دي جت في 2013 خربت الدنيا. حط ضمة على الحرف الأول، قصرة على الحرف الثاني، شتى على الحرف الثالث. أيوة. وتخري كنبي هبط الوحي عليه بخشوع جاسية، جاسية يعني جالسة على ركبتيك. شوف الدعاء والتضرع، بخشوع جاسية، ما معنى كلمة جاسية؟ جالسة على ركبتيك. هي مين اللي قاعدة بتتسلل لربنا كده يا جماعة؟ النفس. مين اللي عمالة بتتسلل لربنا يا اخوانا؟ النفس. هل من الفجر انبسطت؟ استفهمنا ليه؟ والخيرة. هل من الفجر انبسطت؟ يعني اندفعت فجأة. كلمة انبثقت، اندفعت فجأة. هل من الفجر انبسطت؟ ما معنى كلمة انبسطت؟ ها؟ اندفعت فجأة. هسأل سؤال، هسأل سؤال قبل ما تقلب. هو بيتكلم مين؟ بيتكلم مين؟ بيتكلم النفس. استعارة مبنية. طب الاستفهام غرضه ايه؟ ما حدش كتبه. خلاص بقى نتعامله من ساعة ونص، خلصنا. استفهام غرضه الحيلة، الموضوع خلص. طب كلمة ما تقلبش. هل من الفجر انبسطت؟ هل من الفجر انبثقت؟ اندفعت فجأة. هي النفس دي قطرات مية بتنبثق؟ استعارة مكنية كلمة انبثقت، استعارة مكنية. شبه النفس وكأنها، وكأنها قطرات ماء تنبثق، كأنها قطرات ماء تنبثق. انت قطرات الماء اللي بتنبثق، يبقى على طول في تقسيم في الكلام. بص كده، أنا عايز الناس تعد معايا العناصر. العنصر الأول كان إيه؟ الموج. الموج صح. طب العنصر الثاني؟ الرعد والبرد. طب الثالث؟ الرياح او الريح. طب العنصر الرابع؟ الخامس الشمس. وهنقف عند الالحان لان السادس ده هو حفظ. ان سمعت البلبل الصباح بين الياسمين، ده حفظ. ما تقولش الياسمين. ان سمعت البلبل الصباح بين الياسمين، ده عندك العنصر بتاع الشمس. لا لا، ده انا عايزك تركز بقى بالشمس دي عشان النفس بقى بتميل لحظه الغروب قوي. ان رايت الشمس في حضن المياه الزاخره، حضن، انا كسر الحاء، كسر الحاء لو سمعت. ان رايت الشمس في حضن المياه الزاخره، قبل ما اشرح، ان رايت هي مين اللي هتقرا يا ابني؟ استعاره مكنيه في كلمه رايت، استعارة مبنية في كلمة رأيتي. شبه نفس إنسان يرى، تشخيص. إن رأيت الشمس في حضن المياه الزاخرة، كلمة الزاخرة يعني الفائدة الكثيرة، والجمع زواخر. الفائدة الكثيرة والجمع زواخر. إن رأيت الشمس في حضن المياه الزاخرة، شوف بقى، حد يعرف الشمس بتكون في حضن المياه امتى وفي حضن المياه امتى؟ في وقت الغروب، صح. طب انا هسال سؤال، حضن المياه الزاخره، حضن المياه يعني هي المياه دي ام بتحتضن؟ استعاره مكنيه. حضن المياه الزاخره استعاره مكنيه، شبه المياه وكانها ام تحتضن. شبه المياه وكانها ام تحتضن. ترمق الارض وما فيها بعين ساحره، ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة. ترمق يعني تطيل النظر، كلمة ترمق يعني تطيل النظر. ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة، ساحرة يعني جذابة، جذابة وجميلة، والجمع سواحر. جذابة وجميلة والجمع سواحر. اللي هيقرأ ضمة وفتحة غلط في الحتة دي ما يفهمش يقول وص، هو بيتكلم عن الشمس. إن رأيت النفس، لا 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 لا، أنا هسأل حالا في المعنى. إن رأيت الشمس في حضن المياه الساخرة، سهلة، بيتكلم نفسه وهي بتشوف الشمس ساعة الغروب وفرحانة. ترمق الأرض، مش النفس. عارف مين اللي بيتبع الأرض بدقة؟ الشمس. بتقعد متابعة الأرض فترة طويلة، وبعد كده الشمس هتغيب، ولما الشمس هتغيب وتنام، مين اللي هتنام بعد الشمس؟ الأرض. مين بقى اليقظة اللي ما بتنامش تقعد تتفرج على الشمس؟ النفس. شوف متابعة الشمس للأرض الأول، ترمق الأرض بعين ساحرة. ترمق الأرض، استعارة مكنية. شبه الشمس
كأنه إنسان يطيل النظر أو ينظر بدقة، شبه الشمس كأنه إنسان ينظر بدقة. أسأل سؤال، الشمس بتنظر بدقة لمين؟ للأرض. بتنظر بدقة لمين؟ بصوا بقى، ما هو ساعة الغروب ده اللي بيحصل، الشمس بتكون جايبة الضوء بتاعها كله كأنها بتبص على الأرض آخر بصة. الشمس هتبص آخر بصة، حد يعرف الشمس هتبص آخر بصة بدقة ليه؟ عشان هتنام. طب لما الشمس هتنام مين اللي هتنام بعديها؟ الارض. مين بقى اللي وافق تبع الكلام ده؟ النفس. عشان كده هو شاكك ان النفس تكون اتخلقت من مين؟ من الشمس. شوف الكلام؟ تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع يعني تنام، اللي انا بقوله هيحصل اهو. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع الشمس، ما معنى تهجع الشمس؟ تنام. والمراد تغيب، والمراد تغيب. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع الشمس يعني تنام الشمس، والمراد ايه؟ تغيب. طب اذا الشمس انسان بينام ويغيب يا جدعان، استعرمك نايم. تهجع الشمس استعرمك نايم، شبه الشمس كانه انسان هي ايه؟ هينام. نصحى، انسان هينام. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. طب كلمة قلبي يشتهي، والقلب بيشتهي، استعرب اتنين، شبه القلب كأنه انسان ايه؟ يشتهي. انسان يشتهي يعني يرغب بشدة، كلمة يشتهي يرغب بشدة. شوف الكلام، تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. ردوا علي، ما معنى تهجع الشمس؟ ايه؟ هتنام. والمراد بيها ايه؟ خدوا بالك من المراد عشان هزعلك في التسمعات، خلي بالك في الامتحانات هنزعل، هجيبها لك المراد مش هجيب لك المعنى، وهتعملها تنام وعملها لك غلط، تغيب. طيب حد يعرف ايه النتيجه اللي هتحصل بعد نوم الشمس؟ نوم الارض، صح. طب حد يعرف مين اليقظه اللي مش عايزه تنام؟ عارف مين قاعدين تبص على مين؟ على الشمس وهي في مضجعها وفي مكان نومها. عارف لما يكون حد بيحب حد وقاعد بيتابعه في مضجعه، المضجع هو مكان الايه؟ النوم، المكان اللي نايم فيه، فعمال بيتامل فيه كده وهو نايم. اللي هينام حالا الشمس، واللي قاعده يقظه مش عايزه تنام هي النفس. يلا، وتنام الارض، شوف اللي جاي، وتنام الارض لكن انت يقظه ترقبين. استعربت مين على تنام الارض؟ الارض هتنام اهي بعد نوم الشمس، الارض اللي تنام اهي. وتنام الارض لكن انت يقظه ترقبين. ترقبين يعني تلاحظين، تلاحظين وعكسها تغفلين. حد عارف مين اليقظه اللي بترقب وتلاحظ؟ استعربت مين؟ أنت يقظة ترقبين، استعارة مبنية، شبه النفس كأنها إنسان. وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين، وتنام الأرض لكن أنت يقظة. عايز محسن بين كلمة تنام وكلمة يقظة. تنام ويقظة. تبارك. علم على الدين واعمل إكس. بصوا الخطأ النحوي، بصوا الخطأ النحوي، بصوا لي. تنام دي معطوفة على مجزوم، فالمفروض تكسر. لو جزم تنام هيكسبها بالسكون، وهيحذف الألم الألف لعدم التقاء إيه؟ ساكنين، هيحذف الألف لعدم التقاء إيه؟ البشرة رافعها، هيقول تنام، ده البشرة رافعها بتاع إيه مش عارفين، محدش عارف. تناموا، جايبها تناموا، هنعلق عليها بعد كده، خطأ نحوي. وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين. طب يلا، حد يعرف النفس صح يا ليه؟ عشان تتابع مين؟ تتابع مين؟ برغم ان الشمس بدت من صدريه، قال تهجع الشمس. طب هيتابع الشمس وهي نايمه فين؟ ها؟ في مضجعها. ما معنى مضجعها؟ مكان النوم. شفت الصوره اللي رسمها يا جدعان؟ كان واحد بيحب حد وهو نايم مش قادر ينام ويسيبه، قاعد يبص ويتأمل فيه وهو ايه؟ وهو نايم. شوف الكلام، شوف الكلام الجميل. وتنام الارض لكن انت يقظه ترقبين، مضجع الشمس البعيد. حط خط على مضجع واكتب مكان النوم. المضجع هو مكان النوم والجمع مضاجع. المضجع هو مكان النوم والجمع ايه؟ مضاجع. مضجع الشمس البعيد.
طيب هي الشمس لها مقطع في سرير بتنام عليه في مكان بتنام عليه استعربت نايم استعربت نية في مطلع الشمس استعربت نية في مطلع الشمس شبه الشمس وكأنها إنسان له مطلع طب حد يجمع كلمة مطلع مطلع الشمس البعيد بقول لك إيه هل من الشمس هبطتي نزلتي هل من الشمس هبطتي نزلتي هي مين اللي هبطت الشمس هل من الشمس هبطتي بيخاطب مين استعاره مبنيه استعاره مبنيه بيخاطب النفس استعاره مبنيه طب حد يعرف الاستفهام للمره الخامسه حيره اسلوب انشاء نوع استفهام برضه الحيره كلام محترم من اول بقى المقطع اللي جاي والحته الاخيره بتاعه تحصيل التنوير اما يعرف الحقيقه دول حفظ اللي هي ان سمعت البلبل الصداح بين الياسمين هنقراه هنقراه عشان حفظ يلا كله مركز ومنع الصوت هنشتغل من اول 31 ده الحصه اللي جايه ان سمعت البلبل الصداح بين الياسمين يسكب الالحان نارا في قلوب العاشقين تلتقي حسنا وشوقا والهوى عنك بعيد تخبريني هل غنى البلبل في الليل يعيد ذكر ماضيك اليك هل من الالحان انت كما مره ان سمعت البلبل الصداح بين الياسمين يسكب الالحان نارا في قلوب العاشقين تلتزي حزنا وشوقا والهوى عنك بعيد تخبريني هل غنى البلبل في الليل يعيد ذكر ماضيك اليك هل من الالحان انت المقطع الاخير لحظه التنوير إيه نفسي أنت لحن في قدرنا صدى وقعت يد خلاق بديع لا أراه أنت ريح ونسيم أنت موج أنت بحر أنت برق أنت رعد أنت ليل أنت فجر أنت فرد من إله شو الناس يخطأ في تقسيم في الكلام يلا ويكف الرعد لكن تاركا فيك صدى يكف الرعد يعني يمتنع الرعد بيخلص ولكن تاركا فيك صدى حط دايره على الصدى حط دايره على كلمه صدى واكتب راجع الصوت حط دايره على كلمه صدى واكتبوا راجع الصوت واجمعوها اصداء اعتقد انتوا جامعينها الحصه اللي فاتت في هواك يا وطني وحاطين على دايره برضه خلي بالك معايا ولكن تاركا فيك صدى ما معنى صدى ها رجع الصوت طب كلمة يكف الرعد هو الرعد ده إنسان بيمتنع استعربت نية في كلمة يكف الرعد فيها تشخيص قلت استعرضه استعراض ابتدائي وإعدادي كلها استعراض مبنية معظمها تشخيص زي ما أنت شايف ويكف الرعد لكن تاركا فيك صدى هتقول لي ما معنى كلمة الصدى ها رجع الصوت طب اجمع لي كلمة صدى أصداء اجمع لي كلمة صدى أصداء هل من البرق انفصلتي أم مع الرعد انحدرتي؟ استفهام غرض الإيه؟ ها؟ كده يبقى خلص المقطع. هل من البرق انفصلتي انقطعتي؟ هل من البرق انفصلتي انقطعتي؟ أم مع الرعد انحدرتي؟ انحدرتي يعني انحدرتي لأسفل ونزلتي. انحدرتي يعني انحدرتي إلى أسفل وهبطتي. عكسها علوتي وارتفعتي. عكسها علوتي وارتفعتي شو بيقول النفس ايه هل من البرق انفصلتي ام مع الرعد انحدرتي حد يقول استفهام غرضه ايه الحير طب هي مين بيخاطب مين في الاستعراض مبنيه فيها تشخيص هو بيخاطب النفس بيخاطب النفس اهو تمام بص كده اول ما يسال ويستفهم تعرف انه خلص المقطع عايزين تركيز قوي في المقطع اللي جاي ده إن رأيت الريح تسري الثلج عن رؤوس الجبال أو سمعت الريح تعوي في الدجى بين التلال تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية وأناديك ولكن أنت عني قاصية في محيط لا أراه هل من الريح ولدت شوف الكلام إن رأيت هي من رأت يا جماعة يلا دايرة على كلمة رأيت وهذه الدايرة تحتها سمعت استعرضت فيها تشخيص استعرضنا بيها تشخيص إن رأيت وإن سمعت استعرضنا بيها تشخيص إن رأيت الريحة تسري الثلج عن رؤوس الجبال تسري تطير وتبعثر
تسري يعني تطير وتبعثر وتفرق، عكسها تجمع. شوف الكلام، إذ رأيت الريح تسري الثلج عن رؤوس الجبال. كلمة رؤوس الجبال يعني أعاليها، رؤوس الجبال يعني أعاليها، كناية عن شدة الرياح، كناية عن شدة الإيه؟ الرياح. خدوا بالكم من الطبيعة اللبنانية بتاعته، شوفوا خدوا بالكم من الطبيعة اللبنانية بتاعته. هو من لبنان، مش واحد، لا، ده الرياح هناك لا تبعثر الأتربة ولا زي ما عندنا هنا والرمال، لا، لا. الرياح هناك تبعثر التلج على رؤوس الايه؟ الجبال. من شدة الرياح هناك ومن شدة الريح بتكسر قطع التلج وتجعل قطع التلج تتناثر في الايه؟ ها؟ تتناثر في الايه؟ في الهواء. شوف الطبيعة بتاعته، الطبيعة الجبلية. ما نساش برضو ان هو نشأ في طبيعة خلابة زي لبنان. ما. أو سمعتي، هي مين اللي سمعت يا ابني؟ ها؟ استعرضتك ليا، يلا استعرضك ليا تشخيص. أو سمعت الريحة تعوي في الدجى بين التراب. تعوي يعني تصيح، تعوي يعني تصيح، تمام. في الدجى الظلام، الدجى والظلام بين التلال. بصوا الريحة تعوي، ولا الريحة تعوي، هي الريح بتعوي زي الذئاب. استعرمك ليا في كلمة الريح بتعوي دي، استعرمك ليا. شبه الريح وكأنها ذئاب تعوي. طب قلت ذئاب بتعوي يبقى مين؟ تكسيم، وفي توضيح في المعنى، في إيجاز وفي توضيح وفي تكسيم. شبه الريح وكأنها ذئاب بتعوي. خلي بالك معايا، انتوا ما بتحبوش صوت الريح، ما حدش بيحب صوت الريح لأنه صوت مزعج وصوت مرعب ومخيف. بس بالرغم من كده، لو انت قاعد في بيتك وسمعت هبت في البلكونه بتاعتك وعرفت ان هو هوا، الناس الصغيره تبدا تقلق وانت بتحس بشويه خوف، فتبدا تدعي من ربنا وتبدا تستغيث بربنا وبرحمه ربنا. وفي نفس الوقت بالرغم من كده لازم تطلع باصص هي بتعمل ايه؟ الريح دي بتعمل ايه؟ كسرت ايه؟ ايه اللي وقع ده؟ وتبدا تتابعها. شوف بيقول لك الريح بتسري الثلج عن رؤوس الجبال، بتطير الثلج من قوتها، وتعوي في الدجى بين التلال. تعوي الريح، الاستعاره مبنيه شبهها ذئاب بتعوي. نجاح الاستعاره بتاعت السطر الثاني بكلمه الدجى الظلام، دي اهم كلمه قالها في السطر. اصل انت لو شايف الريح بتعوي الصبح، الذئاب بتعوي الصبح، انت هتقلق بس مش قوي. انما لما الرياح بتعوي، الذئاب بتعوي في الدجى، ما هو الدجى؟ ها؟ ده الموضوع كبير. لما بتعوي في الدجى، لما تعوي في الدجى، الموضوع كبير بقى اكبر من كده. لا لا لا، ده مش هينفع كده. ده انت ما تسمع صوت ذئاب في الظلام وانت مش شايفه، ده انت هتترعب. اذا كلمه الدجى دي توحي بالايه؟ بالرعب والخوف والفزع. ما عجبنيش كلمة تزري، عشان هي تزروه في القرآن، أصلها الواو، خطأ نحوي، خطأ لغوي، خطأ في اللغة هو، لسه هنجيب خطأ نحوي دلوقتي، ده خطأ في اللغة هو، أصلها الواو مش الفاء، خلي بالك معايا. تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية، اللي تبقى هنا باشتياق صاغية الريح مش النفس، عشان كده قال تبقى ما قالش تبقي. تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية، صاغية يعني مائلة ومستمعة، صاغية يعني مائلة ومستمعة، مائلة ومستمعة. طيب هي الريح إنسان بيسكن ويهدأ، طب هي الريح إنسان بيصغي وبيستمع وبيشتاق. استعارة مبنية في السطر كله شبه الريح كأنه إنسان في تشخيص. تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية، استعارة مبنية، وكأن الريح ده إنسان بيستمع وبيصغي أهو. قلت إنسان يبقى فيه إيه؟ ها؟ تشخيص. وأناديك ولكن أنت عني قاسية، قاسية يعني بعيدة وجمعها قواص، قاسية يعني بعيدة وجمعها قواص. وأناديك ولكن أنت عني قاسية. بصولي، عارف هو بينادي لمين؟ لأحسن حالة مع الريح، ها؟ بينادي لمين؟ ها؟ للنفس. وأناديك ولكن أنت عني قاسية. ما معنى كلمة قاسية؟ بعيدة. ما معنى قاسية؟ والجمع قواص. طب حد يعرف النفس سرحانة مع إيه ومنجذبة إلى إيه؟ إلى الريح، بالرغم إن الريح بدأت إيه؟ تسكن وبدأت تهدأ. الريح بدأت تسكن وبدأت تهدأ، ولكن النفس ما زالت بعيدة عن الإيه؟ عن الشاعر. شو بيقولها إيه؟ وأناديكي. مش محتاجه كلام الاستعراض هنا بالنص. شبه النفس وكانها فتبي ايه؟ ها؟ يناديها انسان.
واناديك ولكن انت عني قاسيه في محيط لا اراه. هل من الريح ولدت؟ شو الكلام؟ هل من الريح ولدت؟ استفهام غرضه ليه؟ ها الحيره. طب هي نفس انسان بيتولد؟ طب هي الريح امرأة تلد؟ استعارة مكنية. تقولي الجديدة بقى شبه الريح كأنها امرأة تلد، حاجة غير النفس بقى، عشان احنا جبنا 1000 استعارة عن النفس. استعارة مكنية شبه الريح وكأنها امرأة ايه؟ ها تلد. بصوا لي بقى اللي فاتكم والمقطع ده كوم تاني خالص. بصوا هو كده قال لي النفس ربما ان تكون جاءت من امواج، وبعد كده قال لنفسه ربما ان تكون جاءت من الرعد والايه؟ والبرد. وبعدين بيقول لها هل من الريح ولدتي؟ انت اتولدتي من الريح؟ ممكن تكون القوه اللي جوانا دي، القوه اللي بتسري دي، تكون النفس دي اصلا حقيقه النفس وتاملك في الكون والنفس. هو انت بتسرح مع النفس وبيقول لها اناديك ولكن انت عني قاسيه بعيده. كل كوم والمقطع ده كوم تاني بقى خالص. عايزك تشوف بقى الروحانيات والثقافة الدينية للشاعر بتاعنا ميخائيل نعيمة، شاعر المهاجر، فيلسوف الرابطة القلمية. ليه النفس ساعة الفجر بتبقى في صفاء ونقاء؟ محدش يعرف. لدرجة إن في ناس ما بتصليش غير صلاة الفجر بس. لازم الدعاء ولازم الابتهالات ولازم التضرع. بيقول للنفس في المقطع ده: وتخري اسكتي، والمقصود تسكتي. كنبي هبط الوحي عليه. النفس بتبقى نبي، ده انت بتبقى نبي وولي من اولياء الله ساعه الفجر. احسن دعاء واحسن روحانيات، وتحط 100 خطه ساعه الفجر انك مش هتعصي ربنا تاني، وانك عارف ان الدنيا مش هتستاهل، وانك بكل الاديان الوقت ده. حبك للحظه ده هي غير طبيعي، وهو عنده حق، انا معاك في الموضوع ده. حبك في اللحظة دي غير طبيعي بالمرة. وصولك للحالة بتاعت الروحانيات العالية دي ده مش أمر سهل. ربما أن تكون خلقت النفس من الإيه؟ من الفجر، ونحن لا نعلم هذا. ربما أن يكون هذا الكلام. طبعا أنت بتقعد تتابع الفجر وهو بيزين ويوشي ويلمع السماء. الليل ده بيبقى لابس جبة سوداء، ثوب اسود، ويشهد يرسم ايه؟ خلي بالك بقى كده معايا، بيرسم ويزين جبة الليل. الليل ده انسان لابس جلباب سوداء، يجي الفجر بقى يقعد يلون فيه كده ويرسم فيه لحد ما يخلي الثوب اللي هو لابسه ده ثوب يتحول من الاسود الى لون الايه؟ الابيض. مين بقى اللي بتقعد تتابع الفنان وتتابع الفجر؟ ها؟ النفس. وعلى طول الفجر يسمع صوت طالع من نفس، صوت ابتهالات ودعاء وتضرع، وعلى طول تخر وتسقط لله كانها نبي هبط الوحي عليه. وعلى طول وعلى طول وعلى طول وكأن النفس دي بقت ولي من اولياء الله الصالحين. حته الصفاء والنقاء والروحانيات والشفافيه دي بتيجي منين؟ محدش عارف. ربما ان تكون خلقت النفس من الايه؟ من الفجر. ممكن تكون اتخلقت من الفجر ومن اللحظه ده ايه؟ ممكن. شوف بيقول لها ايه؟ ان رايت الفجر يمشي خنسة بين النجوم. هي مين رايتي؟ يلا دايره على النفس، على رايتي، ودايره على سمعتي. مفيش سمعتي هنا، في رايتي بس. استعاره مبنيه فيها تشخيص. شوف الكلام. ان رايت الفجر يمشي خنسة بين النجوم، خنسة خفية. الخلسة هي الخفية وعكسها ظهرا وعلانية. إن رأيت الفجر يمشي خلسة بين النجوم. طب كلمة الفجر يمشي، الفجر يمشي، هو الفجر بيمشي؟ استعارة مكنية شبه الفجر كأنه إنسان يمشي. الاستعارات مش هترهقك خالص بالنص ده لأنها واضحة وصريحة جدا بالكلمات. شوف الكلام. ووشي جبة الليل المولي بالرسوم. وشي يعني يزين، وشي يعني يزين، عكسها يقبح. حد يعرف مين الرسام اللي بيوشي ويلمع ويزين؟ الفجر. شبه الفجر وكأنه رسام. في استعارة مبنية في الفعل ده، في استعارة مبنية. مش إنسان عمال يوشي ويزين ويلمع، لا لا لا، استعارة مبنية. شبه الفجر وكأنه رسام.
عمال بيلمع في ايه ويزين في ايه ويحسن في ايه؟ جبة الليل المولي بالرسوم. جبة، اكتب على كلمة جبة ثوب واسع. الجبة ثوب واسع، والجمع جبب وجباب. الجمع جبب وجباب وجبائب، لو اتسلمت الجمع كمان جبب وجباب وشبائب. طيب حد يعرف مين اللي لابس الجبة دي؟ الليل. بص، ويوشي جبة الليل، خال منكب. طب هو الليل ده يعني بالفلاح كده، الليل ده انسان لابس ثوب وجبة، ثوب فضفاض، ثوب فضفاض بتاعت الصبي بتاعت طعسي. جبة الليل. الرسام بقى اللي هو الفاكر ماسك الريشه بتاعته عمال يلون في الجبه اللي لابسها الليل. طب هو الليل اصلا انسان له ثوب واسع؟ جبة الليل استعرمت نيه فيها تشخيص. جبة الليل استعرمت نيه فيها تشخيص. شبه الليل كأنه انسان يرتدي ثوب واسع او يرتدي جبه. جبة الليل المولي بالرسوم، المولي المدبر وعكسها المقبل. المدبر وعكسها المقبل، المولي بالرسوم. هسأل سؤال اشوف مين اللي فاهم، مين اللي رسام اللي بيرسم؟ طيب مين اللي لابس جبة سوداء؟ الليل. طب حد يعرف الفجر بيحاول يحولها للون الايه؟ مش بتبقى السماء سودة وتقعد تبيض لحظة بلحظة 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 لحد ما تتحول من الابيض؟ عارفين مين الرسام اللي بيقعد يحولها؟ الفجر. مين بقى اللي فرحانة بالحاجات ده ومتابعة؟ انتوا كده تمام. يلا. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. يسمع الفجر استعرمت مين؟ ابتهالا دعاء وتضرعا. ابتهالا يعني دعاء وتضرعا. يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه. صاعدا من كي بيخاطب مين يا ابني؟ ها، النفس. ليه بقى كل واحد نفسه تبدا بقى الابتهالات والتضرع والدعاء في الوقت ده والفجر يقعد يسمع الكلام ده؟ ليه حاله النقاء وحاله الروحانيه العاليه دي؟ ليه الروحانيات العاليه قد في النفس البشريه؟ يسمع الفجر ابتهالا صاعدا من كي اليه، وتخري كنبي هبط الوحي عليه. تخري تسقطي، والمراد تسقطي. تخري تسقطي، والمراد ها تسقطي. هي مين اللي بتخر يا ابني على الارض وتسكت؟ النفس. استعرمت نيه فيها تشخيص. استعرمت نيه فيها تشخيص. وتخري كنبي هبط الوحي عليه. ولا ولا تشبيه، تشبيه وتفصيل. لا، احنا كلنا النفس، وكأن النفس خلقها الله نفس نبي. تكون النفس عندك نفس ولي، نفس نبي في هذه اللحظة. شوف الجملة، وتخري. خدوا بالكم من الكلمات الدينية اللي اشتغل بيها. يا نبي هبط الوحي عليه. ولا جمع وحي، وحي، وحي ضمة قصرة شتى، كانت في 2013. وحي دي جت في 2013. خربت الدنيا. حط ضم على الحرف الاول، كسر على الحرف الثاني، شد على الحرف الثالث. ايوه. وتخري كنبي هبط الوحي عليه بخشوع جاسيه. جاسيه يعني جالسه على ركبتيك. شوف الدعاء والتضرع. بخشوع جاسيه، ما معنى كلمه جاسيه؟ جالسه على ركبتيك. هي مين اللي قاعده بتتسلم لربنا كده يا جماعه؟ النفس. مين اللي عماله تتسلم لربنا يا اخوانا؟ النفس. هل من الفجر انبسطتي؟ استفهمنا ليه؟ للخيرة. هل من الفجر انبسطتي؟ يعني اندفعت فجأة. كلمة انبثقتي، اندفعت فجأة. هل من الفجر انبسطتي؟ ما معنى كلمة انبسطتي؟ اندفعت فجأة. هسأل سؤال، هسأل سؤال قبل ما تقلب. هو بيكلم مين؟ بيتكلم مين؟ بيتكلم النفس. استعرمت ليه؟ طب الاستفهام غرضه ايه؟ ما حدش كتبه. خلاص بقى، ده اتعامله من ساعه ونص، خلصنا. استفهام غرضه الحيله، الموضوع خلص. طب كلمه ما تقلبش. هل من الفجر انبثقتي؟ هل من الفجر انبثقتي؟ اندفعتي فجاه. هي النفس دي قطرات ميه بتنبثق؟ استعرمت ليه كلمه انبثقتي؟ استعرمت ليه؟ شبه النفس وكانها قطرات ماء تنبثق.
كأنها قطرات ماء تسد. قلت قطرات الماء اللي بتنبثق يبقى على طول في تقسيم في الكلام. مش كده؟ انا عايز الناس تعد معايا العناصر. العنصر الاول كان الايه؟ الموج. الموج صح. طب العنصر الثاني؟ الرعد والبرد. طب الثالث؟ الرياح او الريح. طب العنصر الرابع؟ الخامس الشمس. وهنقف عند الالحان لان السادس ده هو حفظ. ان سمعت البلبل الصباح بين الياسمين ده حفظ. ما تقولش الياسمين. ان سمعت البلبل الصباح بين الياسمين. تعال شوف العنصر بتاع الشمس. لا لا ده انا عايزك تركز بقى بالشمس دي عشان النفس بقى بتميل لحظه الغروب قوي. ان رايت الشمس في حضن المياه الزاخره. حضن. انا كسر الحاء. كسر الحاء لو سمعت. ان رايت الشمس في حضن المياه الزاخره. ابي بشرح. ان رايت هي مين اللي هتقرأ يا ابني؟ استعرضت فيها كلمه رايت. استعرضت فيها كلمه رايت. شبه نفس انسان يرى. تشخيص. ان رايت الشمس في حضن المياه الزاخره. كلمة الزاخرة يعني الفائدة الكثيرة والجمع زواخر. الفائدة الكثيرة والجمع زواخر. إن رأيت الشمس في حضن المياه الزاخرة. شوف بقى، حد يعرف الشمس بتكون في حضن المياه إمتى وفي حضن المياه إمتى؟ في وقت الغروب. صح. طب أنا هسأل سؤال، حضن المياه الزاخرة، حضن المياه يعني هي المياه دي أم بتحتضن؟ استعرمت نية. حضن المياه الزاخرة استعرمت نية. شبه المياه وكأنها أم تحتضن. شبه المياه وكأنها أم تحتضن. ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة. ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة. ترمق يعني تطيل النظر. كلمة ترمق يعني تطيل النظر. ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة. ساحرة يعني جذابة. جذابة وجميلة والجمع سواحر. جذابة وجميلة والجمع سواحر. اللي هيقرأ ضمة وفتحة غلط في الحتة دي ما يفهمش يقول بص هو بيتكلم عن الشمس. إن رأيتي بالنفس. لا 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 أنا هسأل حالا في المعنى. إن رأيتي الشمس في حضن المياه الساخرة. سهلة. بيكلم نفسه وهي بتشوف الشمس ساعة الغروب وفرحانة. ترمق الأرض مش النفس. عارف مين اللي بيتبع الأرض بدقة؟ الشمس. بتقعد متابعة الأرض فترة طويلة وبعد كده الشمس هتغيب. ولما الشمس هتغيب وتنام مين اللي هتنام بعد الشمس؟ الأرض. مين بقى اليقظة اللي ما بتنامش تقعد تتفرج على الشمس؟ النفس. شوف متابعة الشمس للأرض الأول. ترمق الأرض بعين ساحرة. ترمق الأرض استعرمت هي. شبه الشمس كأنه إنسان يطيل النظر أو ينظر بدقة. شبه الشمس كأنه إنسان ينظر بدقة. أسأل سؤال، الشمس بتنظر بدقة لمين؟ للأرض. بتنظر بدقة لمين؟ بصوا بقى، ما هو ساعة الغروب ده اللي بيحصل. الشمس بتكون جايبه الضوء بتاعها كله كانها بتبص على الارض اخر بصه. الشمس هتبص اخر بصه. حد يعرف الشمس هتبص اخر بصه بدقه ليه؟ عشان هتنام. طب لما الشمس هتنام مين اللي هتنام بعديها؟ الارض. مين بقى اللي واقفه متابعه الكلام ده؟ النفس. عشان كده هو شاكك ان النفس تكون اتخلقت من مين؟ من الشمس. شوف الكلام؟ تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع يعني تنام. اللي انا بقوله هيحصل اهو. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع الشمس. ما معنى تهجع الشمس؟ تنام. والمراد تغيب. والمراد تغيب. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. تهجع الشمس يعني تنام الشمس. والمراد ايه؟ تغيب. طب اذا الشمس انسان بينام ويغيب يا جدعان استعرمت نايم. تهجع الشمس استعرمت نايم. شبه الشمس كانه انسان هي ايه؟ هينام. نصحى انسان هينام. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. طب كلمه قلبي يشتهي والقلب بيشتهي استعرمت نايم.
شبه القلب كأنه إنسان إيه؟ يشتهي. إنسان يشتهي يعني يرغب بشدة. كلمة يشتهي يرغب بشدة. شوف الكلام. تهجع الشمس وقلبي يشتهي لو تهجعين. رد علي. ما معنى تهجع الشمس؟ إيه؟ حدنام. والمراد بيها إيه؟ خدوا بالك من المراد عشان هزعلك في المسمعات. خلي بالك. في الامتحانات هنزعل. هجيبها لك المراد مش هجيب لك المعنى وهتعملها تنام وعملها لك غلط. تغيب. طيب. حد يعرف ايه النتيجة اللي هتحصل بعد نوم الشمس؟ نوم الارض. صح. طب حد يعرف مين اليقظة اللي مش عايزة تنام؟ عارف مين قاعدين تبص على مين؟ على الشمس وهي في مضجعها وفي مكان نومها. عارف لما يكون حد بيحب حد وقاعد متابعه في مضجعه، المضجع هو مكان الايه؟ النوم، المكان اللي نايم فيه، فعمال بيتأمل فيه كده وهو نايم. اللي هينام حالا الشمس، واللي قاعدة يقظة مش عايزة تنام هي النفس. يلا. وتنام الأرض، شوف اللي جاي، وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين. استعارة مبنية على تنام الأرض. الأرض هتنام أهي، بعد نوم الشمس الأرض بتنام أهي. وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين. ترقبين يعني تلاحظين. تلاحظين وعكسها تغفلين. حد عارف مين اليقظة اللي بترقب وتلاحظ؟ استعارة مبنية. أنت يقظة ترقبين استعارة مبنية. شبه النفس كأنها إنسان. وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين. وتنام الأرض لكن أنت يقظة. ها؟ عايز محسن بين كلمة تنام وكلمة يقظة. تنام ويقظة. تبارك. علم على الدين واعمل اكس. بصوا الخطأ النحوي، بصوا الخطأ النحوي، بصوا لي. تنام دي معطوفة على مجزوم. فالمفروض تكسب. لو جزم تنام هيكسبها بالسكون. وهيحذف الألم الألف لعدم التقاء إيه؟ ساكنين. هيحذف الألف لعدم التقاء إيه؟ البشرة فحة. هيقول تنام. ده البشرة فحة بتاع إيه مش عارفين. محدش عارف. تناموا. جايبها تناموا. هنعلق عليها بعد كده. خطأ نحوي. وتنام الأرض لكن أنت يقظة ترقبين. طب يلا. حد يعرف النفس صح يا ليه؟ عشان تتابع مين؟ تتابع مين؟ برغم ان الشمس فاتت من صدريه، قال تهجع الشمس. طب هيتابع الشمس وهي نايمه فين؟ ها؟ في مضجعها. ما معنى مضجعها؟ مكان النوم. شفت الصوره اللي رسمها يا جدعان؟ كان واحد بيحب حد وهو نايم مش قادر ينام ويسيبه. قاعد يبص ويتامل فيه وهو ايه؟ ها؟ وهو نايم. شوف الكلام، شوف الكلام الجميل. وتنام الارض لكن انت يقظه ترقبين. مضجع الشمس البعيد. حط خط على مضجع واكتب مكان النوم. المضجع هو مكان النوم والجمع مضاجع. المضجع هو مكان النوم والجمع ايه؟ مضاجع. مضجع الشمس البعيد. طيب هي الشمس لها مضجع؟ في سرير بتنام عليه؟ في مكان بتنام عليه؟ استعارة مبنية. استعارة مبنية في مضجع الشمس. استعارة مبنية في مضجع الشمس. شبه الشمس وكأنها إنسان له مضجع. طب حد يجمع كلمة مضجع؟ مضجع الشمس البعيد. بقول لك إيه؟ هل من الشمس هبطتي؟ نزلتي. هل من الشمس هبطتي؟ نزلتي. هي مين اللي هبطت؟ الشمس. هل من الشمس هبطتي؟ بيخاطب مين؟ استعارة مبنية. استعارة مبنية. بيخاطب النفس استعارة مبنية. طب حد يعرف الاستفهام للمرة الخامسة؟ حيرة. اسلوب انشائي نوع استفهام غرضه الحيرة. كلام محترم. من أول بقى المقطع اللي جاي والحتة الأخيرة بتاعت تحصيل التنوير أما يعرف الحقيقة دول حفظ. اللي هي إن سمعت البلبل الصداح بين الياسمين. هنقراه؟ هنقراه عشان حفظ. يلا كله مركز ومنع الصوت. هنشتغل من أول 31 ده الحصة اللي جاية. إن سمعت البلبل الصداح بين الياسمين يسكب الألحان نارا في قلوب العاشقين. تلتقي حسنا وشوقا والهوى عنك بعيد. تخبريني هل حين البلبل في الليل يعيد ذكر ناديك اليك هل من الالحان انت كما مره. ان سمعت البلبل الصباح بين الياسمين
يسكب الألحان نارا في قلوب العاشقين، تنتزي حزنا وشوقا والهوى عنك بعيد، فاخبريني هل هنا البلبل في الليل يعيد ذكر ماضيك إليك، هل من الألحان أنت؟ المقطع الأخير لحظة التنوير. إيه نفسي أنت لحن في قدرنا صدى، وقعتك يد خلاق بديع لا أراه، أنت ريح ونسيم، أنت موج، أنت بحر، أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر، أنت فرد من إله. شوف الناس بتحضر معاه.